السلام عليكم، صحة رمضانكم. مرحبا بكم في كنزي بليدة، دايما مع منتوج جديد. اليوم جبنا لكم هاد لاسبيراتور بوش اللي طلبتوه منا في لي كومونتير. هاد لاسبيراتور كيما كنتو تشوفوا فيه صغيور، ما يديلكش بلاصه في لونجمون تاعو، خفيف كي ترفديه وطلعه في الدروج، خفيف ماشي ثقيل. او ميم طون الكابل ديالو فيه 9 متر، تما بزاف طويل الكابل، بزاف طويل. لي زاكسيسوار تاعو يجي فيه لو تويو، يجي فيه المونش، يجي فيه 3 تيت. عندنا لا تيت تاع لي تابي، عندنا لا تيت تاع لي كوا، وعندنا لا تيت تاع بي سول. حاجه شابه في هاد لاسبيراتور سي كو ا باك سون ساك، عندك القفله برك، يسوفي تعبزي تفتحي لاسبيراتور الباك ديالك، قفله واحده اخرى منا باش تفتح من تحت يتفيدا الباك، تعاودي تغلقيه ترجعي لبلاصتو، حاجه بزاف سهله. وفيه القفله اللي تعاود ترجع لك الكابل لبلاصتو، فيه قفله باش يشعل ويطفى. وهاد لاسبيراتور تري بويسون، فيه 2200 وات لا بويسونس تاعو بزاف قويه، و او ميم طون فيه ريغولاتور دو فيتيس مينيموم موين ولا ماكسيموم. دوك نفهموكم علاش يجي فيه 3 فيتيس. دي لي زاسبيراتور لا ماجوريتي تاع لي زاسبيراتور تكون فيه اون سول فيتيس، تما كيكونوا هكا كيكون بلادر هيف ولا لي تونتور ولا لي بانكيت ولا بزاف حاجه خفيفه ما نقدروش ناسبيريوها بلا فيتيس كي تكون ماكسيموم. هاد لاسبيراتور كوم فيه مينيموم والماكسيموم، كي تكون في الماكسيموم دوك نقول لكم بلي لازم تحقيها غير لي تابي كيكونوا خشن. في الماكسيموم ندير لكم اون ديمونستراسيون ماكسيموم في حاجه رهيفه كيفاش تاكلها كامل. كيما شفتو كي تكون حاجه خفيفه لاسبيراتور كيكون في الماكسيموم ما يسبيري لك والو، باغ كونتر كيكون في المينيموم دوك تشوفوا بلي يسبيري لك كاع لا بوسيغ بلا ما يدي لك هذاك التيسيو. تحكمي فيه كيكون في لا فيتيس مينيموم. صحه فطوركم، بقى على خير، نتلاقاو مع فيديو جديد. ما تنساوش تقولوا لنا في لي كومونتير واش راكم حابين تشوفوا، اون ديمونستراسيون على الغوبو اللي راكم حايبينو. صحه فطوركم.